الناس وصلنا للساعة الثانية من وقت البرنامج، مازلنا مواصلين. اليوم نحكي على تعريفة الزيادة في تعريفة التاكسي الفردي والجماعي وفي عموما في النقل الكلي كتداعيات اليوم على المواطن التونسي، مش فقط على المواطن، كذلك حتى على أصحاب المهنة. نعرفوا اللي هما زادة كيفنا مواطنين، المقدرة الشرائية انهارت، عندهم قطع غيار، عنا أسعار محروقات اللي ارتفعت، كما كنتوا سمعتوا المتدخلين اللي دخلوا معنا في حكاية الناس وعبروا على رأيهم. اليوم سمعنا سي عبد الحق الفرجيني وجينا على وجه السرعة. مرحبا بك. مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين. يعيشك. والله هذا التفاعل السريع اللي صار اليوم في كابا فيم. احنا تبارك الله ما نفوتوش ديما كابا فيم، وكابا فيم ديما مساندتنا وان شاء الله ديما في الخير. مرحبا بك. والله كنت في السيارة كاتب عام سواق التاكسي الفردي بولاية نابل. عبد الحق الفرجاني كاتب عام سواق التاكسي الفردي بولاية نابل. مرحبا بك. كنت نسمع في تدخلات نتاع زملائنا والنقابيين وكل ديما نحييهم، الناس الكل اللي واقفين وصامدين على هالقطاع هذايا اللي في الحقيقة نجم نقولوا تهمش شوية في آخر سنوات هذية. وإحنا بالنسبة لنا سواق، معناتها الموضوع ديما اللي يهم السواق هو الرخص والموضوع الإسناد. يعني اليوم الساعة قبل ما نتعدي الرخص سي عبد الحق، خلينا نرجع شوية معاك لموضوع حلقتنا اليوم، التعريف الزيادة كما مست المواطن أكيد مستكم أنتوما. أنتوما حسب ما قال بكريكا في تصريح السيد خليل بالفيز، قال اللي معناتها بالرغم اللي هي زيادة أثرت شوية للمواطن، لكن أنتوما مش فرحانين بها برشا نظرا معناتها لغلاء أسعار القطع الغيار، أسعار السيارات، عندكم المحروقات زيادة، ما نحكيوش نحكيو زيادة حتى على الطرقات. اليوم انتم قاعدين تعانيوا برشا كيفكم كيف بقيه معناتها السواق ومستعملي السيارات، يعني ما اثرتش كما يقولوا التاثير اللي انتم تستناو فيه. نحيي خويا خليل، هذا صديق لينا وكنا اخوات في الميدان، نحييه برشا برشا. الطريفه شو نقول لك، احنا ننتظروا باش يزيدونا في الطريفه وباش اللقمة السائق التاكسي ولا المعلم تطلع شوية، أما كي تزيدني في الطريفة وتزيدني في المحروقات من شيرة وقطاع الغيار من شيرة واللاسيرونس من شيرة والتاكسوات والبطين دو تمشي له، ما زدت حتى شيء. عاد أنا خليت لي الطريفة القديمة نخدم بها ويا ربي لك الحمد. بون فما ناس مواطنين أنا يطلعوا معنا يوميا تحسهم تمسوا كما تمسوا في أي لقمة عيشهم، وإذا القطاعات الكل زادت، الحافلات، القطارات، اللواجات، التاكسي الجماعي، النقل الريفي، الكل زاد. بون احنا ما نجمو نقولوا كان ربي يهدي اللي كان السبب في هالشيء هذايا، وديما نحاولوا نسعى ونشوفوا الطرق اللي ترضى احنا ترضي المهنيين وترضي الحريف. الحريف هو شنو؟ صديق لينا احنا. احنا خدمتنا بالحرفاء. اكيد جدا. باش اذا تمس الحريف اكيد باش نتمسوا احنا. اكيد فهمت. نرجعوا تويكا نواصلوا معاك اللي قلت معناتها موضوع الرخص، الاسناد والقامه، هذوما المشاكل اللي يمكن يعانيوا منها اصحاب التاكسي وسواق التاكسي والمهنيين، والقطاع هذايا قاعد يعاني برشا. معناتها فما عديد من الصعوبات من المشاكل اللي قاعد يعاني فيها وقاعد يحاول في البقاء. كما نقولوا كبقيه القطاعات الحيويه في البلاد هذه، وكما نعرفوا احنا النقل راهو جزء لا يتجزا من حياه المواطن التونسي. بارك الله فيك اللي تحت لي الفرصه هذه باش نوضح اللي الساق تاكسي في ولايه نابر راهو تعب تعب تعب، هذايا من اعلى نقطه في الوزاره لاخر نقطه. يعرفوا اللي اكبر اقدميه مهنية لسواق التاكسي الفردي هي في ولاية نابل. رانا عملنا وقفات، دخلنا للوزارة، قابلنا مسؤولين الولاية، ما فماش والي جا من 2017 وإحنا في المواضيع ضمة إلى يومنا هذا. بكل جهودنا نضربوا على القطاع متاعنا ونضربوا على رخصتنا. السائق تاكسي أخت الكريمة برشا يتفاش ويقول لك كيفاش في ولاية نابل 25 وفاتت ال 25 سنة أقدمية، معناتها الوين ماشي العمار متاعنا. أنا تسمى تو مش كبير 53 سنة، فما اللي وصل ل 60 سنة وما خذش رخصته.
شيء أسف. الأسباب هذه تعود لعدة عدة عدة أشياء. فما ناس مثال معارضة على الدوسي متاعنا متاع السنات، ما تقعدش معاك تحكي على الطاولة، أنا نمشي معاك. عملنا تحيين المطالب 2017 2018 جات السيدة سلوى الخياري، عملنا تحيين المطالب، تعلقت القائمة، وقعت الطعونات، احنا نقولوا تغربلت القائمة يعني تنحيه الناس المقاطعين كله، قاعد الكلاسمون الصحيح هذاك هو. أعطاو 2020 اللي كافة المناطق الحضرية بولاية نابل. شوف المظلمة هذه، يعني المناطق الحضرية كل بولاية نابل أعطاوها رخصهم إلا زون إين اللي احنا نخدموا فيها اللي هي أقدميتنا أكثر واحدة. شوف المظلمة علاش. والله هاو نستنى، هاو أنا على الميكرو، تراه مسؤول مسؤولين هز التليفون يكلم كابا فيم ويدخل على المباشر معايا تو، يدخل يحبوش يحكيه، يحب يحكي معاك في القهاوي، في نحن نقولوا باللغتنا في التريكن، اما على الطاوله هكايا ما يجيك حتى مسؤول، ما يتحملوش مسؤوليه، ما نعرفش علاش. القطاع هنا وقع فيه احتقان كبير، المهنيين كل في غليان. بالمناسبه هذه نحيي السيده الواليه بارك الله فيها، سي حمادي الكاتب العام جاء جديد تسمى من البنزرت لولايه نابل، استمع لينا، والبارح برك بالتليفون انا وياه تقريبا فماش مره نطلب وما يردش عليا، معناتك نشوفوا في حلول الى متى هل المهنيين هذوما قاعدين يغزروا السكوت على موضوع الرخص. تقول لي مثلا نستناو في رد الوزير 2020 علاش عطيتوا المهنيين كل اصحاب المناطق في ولايه نابل الا المنطقه نتاعنا جوالان 03-01 حرمتونا من الرخص نتاعنا؟ هذايا ما يجاوبك حتى مسؤول عليه، ورغم اللي دخلنا للوزاره وقابلنا مسؤولين وعندي محاضر جلسه، راني جيتكم على عجل دخلت، اما والله كان نجيب الدوسي معايا ونحطه على الطاوله هنا صدقني الناس كل تعرف، الناس كل المهنيين الكل تو يعرفوا ويتبعوا في اي برنامج على الرخص، على تمسوا في لقمتهم ولقمه صغارهم. رانا دخلنا حاليا الموضوع اللي قاعد يدور الكل على موضوع القائمه. بالضبط. القائمه هذه اختي اذا تعلقت في اي ولايه، راني عندي محضر جلسه من الوزاره، مخرج محضر جلسه اللي قائمه نابل سارية المفعول وتسند عليها. القائمه هذه اذا تعلقت بعد اسبوعين يوقع عليها الاسناد، واحنا كي قعدنا نتبعوا 2020 نحكي لك ما عطاوناش عليها رخص، هاوش نعطيك الجمعه هذه او الشهر هذا او الشهر لين طاحت هي بعد اسبوع تطيح القائمه تطيح، باه معناتها ما عادش تنجم تسند عليها، اما تقعد سريع المفعول. ما خرجوا عليها حتى رخصه. تو يقول لك احنا قاعدين نخرجوا في الرخص، هما ماهوش رخص، يخرجوا في تطهير، تطهير هذوما يعني رخص موليهم توفاو، البو توفى والمرأة توفيت، الرخصة ترجع ديريكت للولاية، تتسمى إعادة إسناد ولا تطهير. أي والي يجي يلم 4-3 رخص يصحح عليهم محضر جلسة ويسيبهم للمهنيين اللي يستحقوا. لكن يعني يفوت قدش من عام في الخدمة، معناتها كما قلت أنت من أصحاب سواق التاكسي قدش من عام، إذا فات حتى 20 سنة وما ياخذش رخصة يعني إلى متى؟ العمر جراء بالفعل، العمر جراء. المهنيين كنا عديهم على السكانير الكل اللي تلقى عنده طونسيون، اللي غلط الدم، اللي صدقني كلهم معناتها تعرف 25 سنه فولون، 25 فولون مش لعبه، 25 سنه. انا نقول للمهنيين اللي القائمه نتاعكم اللي موجوده في ولايه نابل وقلتها في عده فيديوهات هبطتهم على الباج نتاعنا، نتحدى اي مسؤول يقول القائمه هذيك ماهيش قانونيه. اما ما نحبش يحكي في التراك، نحب كيما انا جيت لهنا وحكيت على راديو كابا فيم، يدخل اي اذاعه ولا اي راديو ويحكي لي على المباشر. اكيد لهم حق الرد على نفس المساحه ونفس الحيز الزمني، اللي يحب يتدخل مرحبا به ويوضح وجهه النظر نتاعو لكل الاسماء اللي تذكر في البرنامج نتاعنا، لهم حق الرد. ونزيد نوضح الوقفات اللي وقفناهم سواء في الوزاره سواء في قدام اي مؤسسه، صدقني اخر وقفه وقفنا قدام الوزاره اللي نحيي اخواننا من البنزرت، من بنقردين، من جربه، من صفاقس، النقابيين الكل يعرفوا، والتو ماهمش مستوعبين كيفاش ولايه نابل 25 سنه راهو اكثر اقدميه موجوده تقريب في صفاقس ما نعرفش 18-17، معناتها عندهم هما معناتها وصلوا للطوب. صحيح احنا هنا 25 و26 سنة
انا حصرت لك في 25 يعني حاولتوش تزيدوا معناتها تصعدوا القرار تمشيوا حتى للسلطه الاشراف ديريكت وين مشينا يعني للرئاسه تمشينا للرئاسه مشينا للوزاره وباقي معناتها بتنا وين تحب الولايه بتنا فيها قداش من المره من الايامات 2017 بتنا والاجابه شنو تكون اللي جابه ديما الوعود ديما الوعود أتو يعني أتو أتو حرابش بالعربي معدتنا تنقبت بالحرابش تسكي الوضع أنا تويك حاليا البارح برك كنت مع السيد الكاتب العام بارك الله فيه اللي احنا تو قاعدين المهنيين هو وعدنا الحقيقة متاع ربي واقف معنا بالقدا بالقدا واقفة بالقدا بالقدا إن شاء الله إن شاء الله نفرحوا هالمهنيين أما أنا من كمسؤول على المهنيين على السواق راني نجم نوصل للنهار اللي ما نجمش نتحكم فيهم هالمهنيين يخرجوا لك ويعرفوهم جاوا للولايه وراهو يبات لك في رمضان في على التروطوار على لقمه صغار وراهو يضرب على لقمه صغار في لقمه العيش نتاعو هما نحب نوضح نقطه للمهنيين القائمه ديما عندنا القائمه هذه ديما دقيقه فقط دقيقه القائمه هذه يدوروا عليها يدوروا عليها لسبب واحد يحبوا يطيحوا القائمه اولا باش يعمل لك منطقه حضريه جديده اللي هما يسميها زون سيت معناتها انا نخدم هنا تخرجني لمنطقه اخرى حضريه وتخلي شكون يدور ويخدم في حمامات وانا تقصيني وفي نفس الوقت باش اللي قصيناهم ايامات سلوى الخياري يرجعوا للقائمه تو شفت علاش يحبوا يطيحوها القائمه وقت هي سارية المفعول ما وقعش عليها اسناد تقعد سارية المفعول لين يوقع عليها اسناد وبحول الله القائمه هذيك متمسكين بيها ومن النداء من الكابا فام الكافة زملايا المهنيين الكل القائمة متاعكم سارية المفعول الرخص متاعكم بحول الله جاية شوية صبر شوية وعي وماذا بينا ما نتحمسوش وماذا بينا نمشي خطيوة خطيوة ما علينا نوصلوا البر احنا صبرنا 25 سنة ما ظهر ليش كان من هنا رأس العام انا نوعدهم وهذا كلام السيد كاتب العام بعد رأس العام اكيد اكيد فما اخبار سارة أكيد وإحنا موجودين وبارك الله فيكم يعيشك شكرا لك سي عبد الحق على التوضيح مستمعينا كما كنتوا تسمعون أنتم ما زادت نجموا تدخلوا عبر اتصالاتكم وتفاعلاتكم معنا على رقم الهاتف 72-280-300 وإن شاء الله نجم نقدر نعدي جميع الاتصالات لأنه ضغط كبير اليوم على راديو كابا فيم والعديد من المتدخلين يحبوا يعبروا على رأيهم اقعدوا معنا تلتحة صغيرة بالموسيقى ورجعي